اسمع فنتي باين ننزل طا فك الماب فك الماب كيف فكو؟ اضغط ام ام شوف باشر على المنطقة نروح لها نوصل الباص هناك ننزل طيب اوكي شوف فوق في زي البوصلة بس انزل ويي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 ي
مظله والله شكله بدنا على اللعبه. تعرف انا نلوت صح؟ نلوت؟ ايه نسوي لها لوت. يعني تشيل اغراض. جمع اقدر اكسر هذا. اوف قدرت اكسره. تعال ايه عندك تجمع ماتيريالز واشياء عشان تبني. اخس في سياره هنا اقدر اسوقها؟ لا ببجي عندك تسوقها. ببجي نفس الدنيا لكنها واقعيه. ما لي في اغراض. الزبده ما لقيت ولا شيء في ذا البيت الا مسدس ومسدس مخيس كمان لان ام الحظ. ما ادري انا لقيت اشياء هنا رصاص وحركات. اخس وش لقيت؟ ما ادري اصبر. وش هذا رقم اثنين؟ وش هذا؟ ايش؟ يلا شوف انت. وصاب لقى صاب وصاب. ايش هنا خشب؟ شوف والله فله. امشي دور على الاسلحه يا ابني. طيب يلا يلا امشي. في حلاوه في حلويات. اصبر انا في حلويات. ما تنكسر. اصبر بش الحجر. تعال بس بتستفيد من الحجر ده انت. شو جي طوب؟ اي يجيك طوب. شاف الدائرة. شاف الخط الابيض اللي في الماب؟ فك الماب. شاف الدائرة ذي صح؟ اوه هذه اللي اعرفها. لازم نبعد عنها كذا. لازم نروح لها. شوف الدقائق الوقت اللي تحت الماب. لو خلص الوقت الدائرة تبدا تصغر. اصبر تكسر الدقيقة دي و40 ثانية. ايوه لو خلصت تجي موجة موفية لين توصل الدائرة ذيك. اي احد في الموجة الموفية يقعد يتدمج. فلازم توصل الدائرة as soon as possible. اوكي. زبد انا قاعد امشي بيستول بس يعني وضعنا مرة خطير. مرة ابو كلبي صح؟ طبعا انت. انا والله معي مطرقة دي اكسر راسه فيها. ما في فايف هنا؟ مطرقة. ايش هذا ايش هذي؟ اضغط الفايف طلع لي ذي الاشياء. ما تشوفها دي؟ يا اخي تبني هذا تبني. لا وش اسكت اسكت. والله فله. اوه اصبر بدون ما احد يذبحني الحين. في قتل سمر طلق. بحد بنقوم ما احد يذبحني الحين. اصبر شغلنا يا اخي لازم نسقف. يلا بنقوم ما احد يدخل عليه. يقدر يكسره ترى كذاب. حسب انا الوحيد اللي يقدر يكسر. اه مش خلوك. اصبر اقدر اكسر ذي الحجره. اي والله اقدر. هذا حجر ولا شجره؟ انه شجره ذي احسبها حجر. اسمع الطلق انا. يب قتلت واحد. اوف اخوي. اصبر معي طلقه الحين اجيك. بس اي دونت كير. كيف عليش بموت. قتلني طاح يطول عليك والله. يمه وش هذا؟ هذا يقول لك ما يسوي شيء. اي اطلق. اي